عقد شراكة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية لتدريب طلاب الطب بالجامعة في المستشفيات الحكومية. عقد وزير الصحة العامة حمد حسن مؤتمراً صحفياً بحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب، أعلن خلاله عن عقد شراكة مع الجامعة ينص على تدريب طلاب كلية الطب فيها بالمستشفيات الحكومية. قوام الحماية والأمن الصحي هو المستشفيات الحكومية مع المستشفيات الخاصة، وهون اجت أهمية عقد الشراكة اليوم اللي نحن بصدده مع الجامعة اللبنانية كلية الطب العام، لأنه بعتقد رح يكون عندنا هاي الحاجة الإضافية لطلاب الطب من الجامعة اللبنانية، واللي ممكن بزيادة عدد المستشفيات التي 1 المستشفيات الحكومية المنتشرة أكثرية المناطق اللبنانية أنه نستوعب أكثر، لبل نحن بهي الحاجة أنه نأخذ أكثر. بدوره رئيس الجامعة اللبنانية اعتبر أن الشراكة بين الجامعة والقطاع العام أمر أساسي لتطور ونمو كل من الجامعة والقطاع العام. اليوم نحن طلبنا من معالي الوزير أنه نحقق شراكة حقيقية مع المستشفيات الحكومية من الفئة ألف، والسبب هو أنه نحن بصراحة كجامعة لبنانية مثل ما بتعرفوا ما عندنا مستشفى جامعي، مشان هيك كان عندنا شراكات مع مستشفيات بالقطاع الخاص. عدد طلابنا عم بيكبر، عدد الإخصائيين عم بيكبر، مشان هيك نحن بحاجة لتأمين أماكن لتدريب الطلاب على مستوى الحلقة الثالثة وعلى مستوى الاختصاص. المؤتمر الصحفي حضره أيضا عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية الدكتور بيير يارد وعدد من مديري المستشفيات الحكومية.